بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام حياكم الله واهلا وسهلا فيكم وسعداء جدا بالتواصل معاكم من خلال حلقه جديده من برنامجكم اللي هو لكم لا شك عبر تلفزيون الوطن اللي هو في ضيافتهم. هذا البرنامج اللي يتسلل الى قلوبكم ان شاء الله بكل حب وكل تقدير من خلال الضيوف اللي احنا نكون في ضيافتهم. واليوم راح نكون مع شخصيه مميزه جدا. شخصيه تمتاز بالهدوء المطلق والخجل الجم من الأخلاق العالية تكاد تكون يعني تغريك في التودد إليها. هذه الشخصية أنعم الله عليها سبحانه وتعالى بجمال الصوت اللي يخليك تصغي وأيضا تخشع من خلال قراءته للقرآن، والله أنعم عليه في هذه النعمة عشان أيضا يقوم في خدمة قراءة القرآن وانتشار هذا القرآن الكريم من خلال حفظه وتجويده وترتيله. أيضا خذاله خط سير مميز من خلال الإنشاد في استغلال موهبة الصوت اللي الله سبحانه وتعالى من عليه فيها، وبالفعل أصدر العديد من الألبومات الإنشادية سمعوها وإن شاء الله تحوز على إعجابكم. وقال إلا صلاتي إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ذمتي فيها إلا صلاتي. عرفت طبعا أعزائي المشاهدين لا شك من خلال ما شفته وإن ضيفنا راح يكون هو فضيلة الشيخ القارئ مشاري بن راشد العفاسي. شيخ مشاري احنا سعداء جدا في وجودك معنا في حلقة من حلقات برنامج في ضيافتهم وعلى تلفزيون الوطن بالتحديد، والطلعة احنا قلنا طلعة بحر وياك، واحنا سعداء جدا انك تكون معنا من خلال هذه الطلعة. انا اسعد صراحة وانا اشكر صراحة تلفزيون الوطن والشيخ خليفة صراحة مشكور على اليخت لما درى ان احنا قاعد ندور يخت وقال لا تقصرون مع مشاري. صراحة اشكره صراحة على الاستضافة هذه، وانتم قربتوا البرنامج صار مو ضيافتهم ضيافتكم صار غيرنا حرف واحد ابد احنا وياك واحد. انت هم ما راح تقصر، انت هم ما عدنا بتودينا الاستديو، هم ما عدنا بتودينا البيت صح. بتصير في ضيافتك لا تحاتي، اول الامر عندنا وثاني الامر عندك. في البدايه خلني ابارك لك حصولك على سفير السعاده، هذه جائزه مقدمه من مركز النبلاء برعايه الشيخ فريح الاحمد، فالف مبروك لك. الله يبارك فيك. مشكور. واكيد شكلت لك هذه الجائزه شيء طبعا، يعني لما يكون التكريم يعني من ديرتك له طابع خاص يعني وفرحه غير يعني عن اي تكريم برا ولا قصورا في احد. يعني حصلت على جوائز ثانيه؟ اي نعم، حصلت على جائزه الشباب العالميه لخدمه العمل الاسلامي في مجال القران الكريم قبل عام، وكانت في البحرين مقدمه من رابطه الفن الإسلامي وجمعية الإصلاح في البحرين وكانت هم لها فرحة يعني خاصة وفريدة أيضا من نوعها. يعني المسمى بالنسبة لي أنا القرآن يعني يشكل لي يعني أهمية مختلفة يعني غير عن باقي أنشطتي، غير عن القناة، غير عن خدمة الأفاضي، غير عن أي عمل آخر. يعني ما شاء الله لا شك، ودي ان الساده المشاهدين يعيشون هذه اللحظه اللي انت بلغت فيها في هذه الجائزه والجائزه اللي قبلها والجوائز اللي سبقت هذه الجوائز. اكيد هناك حصيله كبيره يمكن من الجوائز وبنورة حصلت عليها، فشنو الاحساس والدافع اللي يكون من وراء هالجوائز؟ دائما كل جائزه تحصل عليها شو يشكلك؟ والله الانسان لا شك انه يعني يحتاج نوع من التشجيع حتى يعني يساعد هذا على يواصل المواصلة في المسيرة والاستمرار والإنسان يحتاج إلى شكر مرات، وإن كان الإنسان يعني الأصل أنه يعمل العمل لله عز وجل ما ينطر يعني جزاء ولا شكورة، لكن هذه لا شك أن طبيعة النفس البشرية تفرح بمثل هذه يعني الجوائز. نعم. طيب يعني خلنا ننتقل الآن شيخ مشاري إلى انطلاقاتك بداياتك. الكل يمكن يعني متشوق يعرف كيف بدأ مشاري العفاسي، متى توجه، بمن تأثر، كيف كانت انطلاقته بدايته؟ والله بالنسبة للتأثر والبداية وكذا، أنا أكثر مرة أقول أنا تأثرت باثنين من المشايخ الفضلاء، الشيخ علي جابر رحمة الله عليه والشيخ محمد أيوب. تأثرت فيهم بقراءتهم، بتأثرهم في بما يقرؤون، التفاعل اللي يحصل والمزج بين
جمال صوتهم مع يعني جودة الأداء والتجويد مع الخشوع، يعني صراحة قراء مميزين، يعني رحمة الله على الشيخ علي جابر والشيخ محمد أيوب موجود الله يذكره بالخير. نعم. طيب شيخ مشاري، ذكرت أنك أنت تأثرت في هذول الاثنين بشكل مباشر جدا، لكن السؤال اللي طرح نفسه هني، تأثرك فيهم كان بحت يعني بطريقة تقليد أو أمنة؟ بالبداية كان تقليد يعني بالبداية كان تقليد يعني، لكن بعدين خلاص تشكل. الحين لو بقلدهم ما أقدر الحين يعني خلاص تشكل الصوت على مشاري يعني. نعم. سمعت أن مشاري بطريقة خلاق دائما يحاول يصل إلى مرحلة إبداعية، وكل ما يصل طموحه لا يكتفي، لا يصل لسقف معين، يحاول دائما يبدع. فهل هذا الإبداع اللي فيك أو الطموح جعل مشاري العفاسي يقول أنا بخلق مدرسة خاصة في مشاري العفاسي؟ والله أنا ما أفكر كذي، يعني أنا أفكر أني أبتكر أسلوب يخدم يعني هذا العمل الإسلامي ويخدم هذا الدين من خلال يعني طبيعة شخصيتي أصلا كذي، يعني أحب كرياتيف شوية، أحب أني أبتكر أساليب جديدة. يعني الحمد لله كانت فكرة يمكن أذكار الصباح والمساء، شريط أذكار الصباح والمساء كانت فكرة فريدة يعني من نوعها، والحمد لله لقت صدى كبير وخدمت يعني يعني هذا الباب، وصار الإنسان يعني يشغل مثلا سايد A مثلا في الصباح وسايد B في المساء. هذا كان أول إصدار لك؟ لا، هذا إصدار يعني من عرض الإصدارات يعني الأولى. طيب تتذكر أول تسجيل سجلته؟ أكيد له أثر وما ينسي. أول شيء سجلته كان سنة 93، سجلت مع التسجيلات سرة بوقتها، طبعا الحين ما في تسجيلات سرة، ومع الأخ مشعل عطلة أبو سالم، وله طبعا أبو سالم بصمته يعني في حياتي، يعني هو اللي كان يقول لي يا مشاري لا تقلد، يا مشاري تميز أنت بشخصية لك، أنت عبر فيها عن اللي بداخلك. سجلنا 93 وكان فيه يعني صبغة الشريط كان فيها شوية تقليد وشوية، فما رضينا عن الشريط. كانت عبارة عن ختمة؟ لا، شريط واحد فتأجل الموضوع إلى أن نزلنا في أول سنة نزل فعليا يعني سنة 96، وكانت هذه الانطلاقة مع أبو سالم أيضا يعني. وتوقفت على حد علمي إلى فترة وبعدين رجعت؟ لا، ما وقفت. من 93 96 كانت؟ اي نعم، اي وقفت من 93 إلى 96، لكن لما بديت 96 خلاص ما انطلقت الحمد لله. طيب سالفة المسجلة الصغيرة وروحة العيد، روحة المشترى الملابس العيد، يقول لك مشاري العفاسي كان يروحون يشترون ملابس العيد، وهو يروح يركض ياخذ بطاريات ومسجلة صغيرة عشان ما تفوته، ويسجل من الرادو في المسجلة. هذه ضمن متابعاتي للشيخ محمد أيوب بالذات يعني في ذيك السنة، سنة تقريبا 92 93 94، كنت أتابع الشيخ في صلاة التراويح. عقب ما نصلي احنا بالكويت التراويح تبدأ الصلاة في الحرم النبوي، فكنت أتابع يوميا بعد التراويح أروح أخذ مسجلتي وأسجل التراويح كل ليلة بليلتها. فمرات في الأيام أو في الليالي الأخيرة في ليالي رمضان لما نروح نشتري مثلا حق العيد ونتسوق وكذا، مسجلتي معاي بالسيارة وأسجل.